ركض حر ولا مقاومة تذكار. تمنحك العزم الصبر والإصرار، تغدو كالنجم يخطف الأبصار. أقهروا والنوم ولتجتمعوا في الحال، أضبطوا الوقت فلا عذر ولا انتظار. هرول هرول بعض ما عندك يلا يا شباب. كوتش خبير يدرب الأبطال، من يومي حر ولا مقاومة تذكار. تمنحك العزم الصبر والإصرار، عيونك الحلوة تبدو كالنجم يخطف الأبطال. آل رشيد صباح النور، قدنا مسينا الحين. أقهروا والنوم ولتجتمعوا في الحال، أضبطوا الوقت فلا عذر ولا انتظار. ارحب انت، يلا حييك. طيب يلا حييك. شو اخبارك؟ عساك بخير. سمع عنك، وينك امس؟ قبل امس ثلوث ولا حد استاذن مين؟ تاكد عند اعطيتهم حذر. لحظة برايم وتموت ويطلعوني وتموت. ما في ترى حذر معنا. حذرها من استاذن. ها؟ عكس طردها من الساذن. عندهم عذر الاداره؟ يبقى لمس هذا منهم خلاص. لان ما في، انا بعطيك صفر في التقييم اليوم الا اذا اعطوني الاداره العذر. والله انا مش سعد ابد. يلا شباب كابتن طارق. سعد سعد عندي حركه جديده. ما يشوف الصبر والاصرار، ما يشوف الصبر والاصرار. طيب يا شباب يلا 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 شو اسمه، عط كل واحد ياخذ له مات. كل واحد ياخذ مات. اضبط الوقت فلا عذر ولا انتظار. لا 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 انا ما هرولت، انا ما هرولت. وين الكور حقتكم؟ اثنتين. ايه موجودة. انطلق جيبهم تعال. بس اثنتين. ايه والله يا كورة بلعبها. والله فاتت كون شمس كشت من الصبح. والله يا الرحى منهم ايش اللي من اللي رضاه؟ انا وعيد الابداع. ايوه جلدتوا مين؟ جلدنا الشله الثانيه. الشله الثانيه مين؟ كله كله اشل. اوه ثلاثة على عشرة. ايه كلهم من والله كم من قوتك سام. خلوه شوي لا اقهروا والنوم ولتجتمعوا في الحال، اضبطوا الوقت تحدي يا عيلي لا عذر ولا انتظار. في تحدي، تحديات تعجبكم. لا ما في جلسه شعريه اليوم، التحدي احلى سالفه. احلى ذبه على الزوم ياخذ 2000 نكته. سم لا خله اعجل علي. يلا يا شباب وين الثانية؟ خبير بالأبطال ركض حر ولا مقاومة تذكار. الموتى تمنحك العزم الصبر والإصرار، تبدو كالنجم يخطف الأبطال. كانك والله ما تبقى. ولتجتمعوا في الحال، اضبطوا الوقت فلا عذر ولا انتظار. انت تسير تسير. اثنين
انا نجي اليوم كمخ اثنين ودفين وسلطان اثنين 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 زين عاد نقسم الحين كنا نجي التحدي حقه طيب روح هلا من اللي فاز يلا يا شباب صوت سعد ها فزنا على سعد وصوت سعد انتوا علي وش طبختوا باميه مرق باميه ورز ابيض نحكي العز الصبر والاصرار تبدو كالنجم يخطف الابصار اقهر والنوم والتجتمع في الحال التحدي الاول التحدي الاول راح تمشي بالكوره بين الاقماع بين الاقماع بين الاقماع زين توصل اخر شيء توصل اخر شيء والدور ترجع زين اذا في نص الطريق انا اتكلم الكل يسمع عشان ماني بعايد التحدي في نص الطريق ضربت القمح طيحته راح ترجع من جديد جديد ايه تسوي هذا التحدي العلي ونواف يلا تعالوا يلا يلا مين اللي بيبدا يلا يا شباب البس سلطان يمين بالله لا الغي التحدي حقك خلاص احنا بنبدا تحدي ما عندنا وقت اللي قال شوي يوذن يمين يسار يمين يسار تبدا باليمين ها ايه اسمع وقت صبر صبر تعال نرجع طيب اقهروا والنوم ولتجتمعوا في الحال اضبطوا الوقت جاهز والانتظار واحد اثنين ابدا روح ياسر القحطاني قاعد يشوف يا غد ايه حتى كريستيانو بعد في الزاويه ميسي ميسي يوه ارجع ارجع ايه ترى هو من البدايه اصلا كذا كذا بيعي راح ارجع ما طيح روح ربيتك واحد واحد ووو كم 10 دقائق 26 ثانية 26 ثانية نواف جاهز واحد اثنين ابدا ارجع 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 من جديد من جديد مو بظل لمسه خلاص ترجع يلا الصبر والاصرار تبدو كالنجم يلا يا علي علي يا علي علي ابن الابدان ابن الابدان اقهر والنوم والتجتمع في الحال يلا 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 ابن الابدان ابن الابدان يتقدم ابن الابدان لا ما يا شباب سقعت 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 ارجع 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 بسرعة يا كشت يا كشت ترى مو لابس كشت مو لابس قنادر طيب اجلس اجلس يلا 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 انت تستطيع من هنا من هنا والله ايه اوكي ترى حافي ترى حافي مو لابس طيب 50 ثانية 50 ثانية شوف الدرجاتك تبقى معلق اللي فاز نواف لكن الدرجات تبقى معلقة لين الإدارة نتأكد من عذره من الإدارة إذا ما عنده عذر ال 2000 نقطة لك إذا ما عنده عذر زين لا لا مش هذا أنا بعذر صح يا عيال أنا طالع من فرصة السلعة صح طيب يلا يلا قولوا صح يلا يلا ترى حافي هذا حافي مخلد وعبد الله يعني أنا الحين هو خوي ولا وش صار أنتوا ضد بعض هناك 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 اخر شوي اخر شوي اخر شوي انا فزت طيب تحدي حقكم كم انت مره كم ثانيه فزت شباب خلاص احنا ما عندنا وقت وقتنا ضيق اشوف راح تروح بينهم توازن برجل واحده تخلص وترجع يلا تفك يدك من رجلك راح تعيد من جديد يلا جاهزين جاهزين يلا يا يلا يا حافي اي تبدا من هنا ايوه يا حافي جاهز لا لا بدون كوره أيوة واحد اثنين ايوه يا حافي ابدا ايوه يا حافي 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 ايوه ايوه
ايوه يا حبيبي ايوه 15 ثانية جاهز؟ عن خير ما داعي تسوي جاهز؟ واحد اثنين ابدا ايوه يا مخلد ارجع 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 لمس القمع لمس القمع يا مخلد لمس القمع ايه ايوه يا مخلد ايوه ايوه يا مخلد 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 ارجع 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 القمع من جديد كابتن طه ايوه يا مخلد اش هاي تعال تعال 32 ثانية فاز عبد الله يدرب الابطال سم وشو طيب تمام الصبر والاصرار تبدو كالنجم مين يقول لك ما اختار؟ احنا التمرين جالسين نسويها وش؟ ها؟ ما له علاقة ما له علاقة التوازن الحين تمرين توازن اعطيناكم تمرين توازن ما عندهم كلهم ما عندهم اصابات كلهم لياقتهم البدنية متقاربة من بعض طيب فاز عبد الله الحافي زين اللي بعده ايمن وعلي حتى ما يديك تسلم ما يديك تسلم ها؟ اخر واحدة طيبة معكم اقوى شيء سصب طيب خل ابيها ابي الوحده ذي انا طيب تعال تعال ايمن تعال عندي عندكم القمع هذا عندكم الكره هذه اللي بيطيح القمع هو الفايز زين يلا تمنحك العز الصبر والاصرار تبدو كالنجم يلا 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 ويلا يا يلا 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 هاجم 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 اقطع دور هي ايوه ايوه هذا العلوم الغانمه ايوه انت تستطيع انت ما تقدر انت ما تقدر ايوه يلا عشو اي هاجم لا تردد اذا ترددت انت فاشل لا تردد لا تطلع لا تطلع ارجع ارجع يلا لا واحد ابي بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اليوم معنا من يقطع الكوره ويجيبها بالقمع ايمن يهاجم علي يمدد رشيد يناظر وماذا علامة لا تطلع من حدود الشباب انت هذا من لمسة يد خاطئة لا تطلع من حدود الشباب ذكاء هاجم اقطع اوه جبها 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 تعال ادخل هنا تعال ادخل هنا يلا ايمن ايمن ونسجي مدري وردي مدري كرزي الله خيال الحمر يتفوقون بالتسحيب الله الله حفراوي يجرح ويداوي يا سلام هذا يقدر هذا ما يقدر هذا ممكن يقدر هذاك يمكن ما يقدر يلا يا ايمن يلا يا كرزي يلا يلا يا بني يلا يا بني ماذا تقول يا عبد الله الحافي في هذه المنافسه الشرسه الجوله محتمله الله الجوله محتمله علي ايوه فايمن ينطلق واتوقع اتمنى الفوز للفريقين الله اكبر يا كشت يا كشت طارق ماذا تقول فيش بالمقاطعات بالهجمات شوف طيب كم يعني الى المغرب يقعدون كذا على حال الله فاز ايمن فاز ايمن انت غطيت عليه بجسمك وطيحته فاز ايمن 2000 نقطة يلا هات هات الكورة هات الكورة اصابة لا لا حماية سر ابو شهر قم 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 عطني قمع عطني قمع بس اي لون اي لون سلمت يلا دفين وسلطان
كشت. عندك عندك يقول اسلوب غير اللاعب. اي بينا نتفاهم معه. طيب انا جاهز. كل واحد عنده ثلاث ثلاث محاولات، اللي يطيح اكثر هو الفايز. يلا واحد اثنين ثلاثة. شو يسوي دخلنا بينهم؟ يطيح يطيح لقمة. ايوه يا ساتر ساتر خلك منك عشان اذا شات الكورة تجيبها. نشيق خفيف. ارجع 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 ارجع. نشيق خفيف. باقي لك اخير. لا شلها 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 خلاص شلها. بدري. الله ايوه صح. يلا ثلاث تسديدات. والله انت بتاع كله. يلا يا شباب. والله يا عيال ادفين طلع بتاع كله. ماشي مهاجم. يلا صبر. يلا تمنحك العز وزلها. انت تستطيع لابس كرز. امسك نظره امسك نظره. انت مايل رجلك المايل وتجتمعوا في الحال اضبطوا الوقت فلا عذر ولا. يلا خير خير خير. يلا خير. ايوه يا صدصد صدصد تذكر اني فايز عليك اليوم المطبخ. كيف ترد الجميل؟ الله تعال تعال حب راسي. فاز عبد الله. انا ايش قلت لك؟ قهرتك في عمرك خلتك تجيبها. شو اسمه؟ يا كشت ترى لابس شكر. لا يفوز لا يفوز. سلطان يلا يفوز. يلا انا عشان لابس كادر نواف. طيب عندنا التحدي حقنا. يلا يا شباب كوتش التوازن يعتبر من تمارين التوازن. هذه الكره عندك وانت واقف على رجل واحده. يلا طيب التحدي فيه تركي الحين. خلاص خلي تركي بحاله الحين. انت تتكلم عنه الصبر والاصرار تبدو كالنجم. ليش ما تعرفنا؟ بسم الله على صوت حي التوازن يمكن انك تفوز عليه ما تدري. يلا يلا مين يبدا؟ لا لا ابدا. يلا بسرعه يا شباب ما في وقت. لا لا ابدا ابدا ما اعرف انا. طقطقه ايه برج رجلك. طيب خلينا نجرب اول. ايش يلا جرب على رجل واحده. خلاص ثبت رجلك. هذه الطقطقه لا توقف كذا عرفت. لا رجلين رجل واحده ما تجي. ابي انا هو تمرين فكره التوازن. اسمع ذا احنا شغالين على التوازن عرفت. يلا جاهز خلاص. ايه خلاص لأننا بلشنا. والله ما عاد تجي اللي قبل شوي. يلا 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 تعد ولا في لا بعد على الدقه. يلا واحد. طيب خلينا فوق هنا. لا لا هنا. ثلاثة. يلا جرب اذا بجرب بعد. جرب جرب اول شيء. ما اعرف. عارف لا تقول ما اعرف. لا احد يقول ما اعرف. ما حد كلنا ما حد طلع من بطن ما يعرف شيء. كلنا نتعلم. شوف هذه بدايتك. ترجع واحد اثنين ثلاث اربع. يلا 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 ابو سعد. يلا تبي تبدا ولا تبي تجرب باقي؟ جاهز؟ يلا جاهز. يلا بسم الله. يلا يا شباب كوتش خبير يدرب الابطال. ثلاث نفس الشيء. محاوله ثانيه لكل واحد. تمنحك العز الصبر والاصرار. يلا تبدو كالنجم يخطف الابصار. أربعة أربعة أربعة. عززت لي هو بالرابعة هي ضبطت. إيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. هذا اللي ما يعرف.
بجربها بالله بجربها. خله بعد ما في وقت ما في وقت. يلا التحدي اللي بعده جبر وتركي. طيب. سم. ايش؟ لا لا قبل وش قلت؟ وشو؟ ما يقول شيء. طيب. يا خواف غصب خواف طيب. طيب. لا. اخونا عندنا غصب شو تحدي توازن جاملو جاملو انا دائما اقطع جاملو تمشي الكره لين القمع وطيح القمع زين قمع واحد بس بالوقت ها مين اللي يبدا مين اللي يبدا ها هو هذا هذا بس خلاص عندك قمع واحد برتقالي دقيقة خلنا نحسب الوقت راضي برفيجي جاهز؟ واحد زين اثنين اشتب الله بيفوز عليك ترى البحر تفك يدك ترى محزون بيقلع اتوانى لا تفك يدك اي واحد بترجع تعيد من جديد واحد اثنين ابدا ارتك انت مرتكك على الجبل ارجع ارجع من جديد ارجع من جديد ارجع من جديد ارجع من جديد لا لانه فك رجله فكت رجلك ترجع تعيد من جديد يلا لا تفكي رجلك ابد شوي 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 جو صح 28 ثانيه تلعب على هادي انت الحين محاوله 28 وش اللي 21 صاير ما تسمع كفو كفو بن عمو متيري جاهز واحد متيري اثنين ابدا هو فكر التوتالة ما شغل ارجع من جديد ارجع من جديد نزلت رجلك ارجع من جديد لابس ابيض لابس اسود زين هي بغياته ايوه ايوه كنا يلعب اللعبة ايوه قنفذ ايوه هذا هذا مضيع هذا هذا يا مسلم هذا لا مو بنفسه لا هذا انا قال لكم من البدايه قال لكم البرتقالي 36 ثانيه تركي كم ثانيه 28 من موتير العز والفكر متاريا الموتاريا سيد بداح طيب شباب واحد يذن اول شيء واحد يذن لا واحد يذن بعدين خش التحدي حقه ما يذن ليش ما خلص واحد يذن يا شباب واحد يذن لو مع الاذان كل واحد 2000 يا مع الاذان عشان مع الاذان تخلص لا مو كذا ما ندر ما ندر مع الاذان هات لا 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 بنلعب الكره بنلعب شباب انا معكش والله ما عيب تك ما حد يبي يذن لا 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 تركي اذن هنا تركي اذن هنا ايه تركي المتيري يتقدم للاذان صفر ما اعرف الكره هذه انت بعد انا اعرف في الكره شيك مغربي ما يحب الكره الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام. إيه روح جيبها تعال. يلا يلا جنتل جنتل ترى بنقدم الفقرة. سكت ولا ما سكت مقدمين ان شاء الله. طيب. وشو؟ بحط الكنارة. لا لا. ما في شراب لعبت فيه. ما عليه، هو خلاص التحدي بتخلص وتمشي. طيب تحدي. التحدي راح يكون شو اسمه؟ والله بلش معكم انا التحدي، التمرين اللي كنت مجهز لكم كنسلتوه. وش رايك نلعب بشر؟ لا 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 يا رجال لا تفهم يعني وش على رجل. طيب التحدي راح يكون احنا من التمارين اللي خذيناها دقيقة. لا لا احنا خذينا تحديات خلال الاسبوع من التمارين. اسرع واحد. لا واحد هناك واحد. طيب ليش فايدة؟ شو فايدة الأقمعة الحين؟ فايدة عشان ها؟ طيب التحدي راضي بالرقعة. ها؟ رقعة رقعة اللي شوتها. لا 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 رقعة. طيب شف شف تحدي من نفس التحديات اللي خذيناها الأسبوع اللي فات، لكن راح راح شباب شباب قوموا صلوا خلاص عادي اللي قلت تمرين قد حصل معي. اي زين راح تاخذ القفز. زين بتروح بالقفز واحد اثنين. زين بتوصل في الاخير، بتوصل هنا في الاخير، توصل في الاخير. ها اي بس عادي الرجعه ترجع. زين برجل واحده قدام وورا. تذكرني شو علاج الثانويات. يلا نقص منها نقص قليله ترى قليله. هذه مخربه اللون. قليله ايش فيك؟ مخربه اللون البرتغالي. يا رشيد يا رشيد والله لا ما هي مخربه ولا شيء. يلا 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 يا ابو انا ابدا. يلا اي وترجع ترجع برجل واحده. احسب احسب صبر صبر معليش تعال 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 احد بيسوقها غيرك. واحد جاهز اثنين ابدا. لا تفك رجلك. ارجع 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 من هنا ابداح قدام وورا مو على جنب. لا مو كلها واحد. ايوه اثنين وثلاثين ثانية سوى سبعين جزء من الثانية. وش اللي على جنب وشو؟ ما يروح ما يروح كذا. لا قدام ورا. جاهز صبر. واحد اثنين نبدأ. صح صح ارجع 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 من هنا 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 من هذا. ايوه ضم ايوه صح ارجع 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 نقص هذا. يلا على بالفتحه الضم بيرك. ها يلا وش اسوي ده؟ امسك. ايوه صح 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 ايوه اسرع.
صح. كم؟ 33 ثانية. خلينا نتأكد نتأكد. إبداح كم كان؟ إبداح كم كان؟ إبداح كان 47 ثانية. إبداح 32 77 ورشيد 33 22. ويش فرق أقل من ثانية؟ يعني أنا فزت؟ هو إيه أنت اللي فزت. هذا العذر حقك. ويش تري نختلف؟ ولا بدأتك صح؟ تمام. يلا شباب يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. كل تحدي علمنا فيه الفايز. في التحدي الوحيد اللي هو على حق علي ونواف نشوف عاد وضع مع الإدارة. أنت. حق. أنا مثل ذا. والله العظيم. متساذن صح؟ خلاص الإدارة بيقول إنه متساذن وعذرة مقبول خلاص. ها؟ محمد عيسى والشباب. والله صدق شوف. اسمع احنا نطالب نقرب اسمع نطالب شو اسمه ذا التحدي حق علي بن هادي وايمن ايش فيك؟ ما عليه اساس طالب كويس يعني ليش ما كويس؟ داروا 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 يا كشت يا كشت حط الثلاثة دار ما تحدد التحديات اللي انا احددها عطهم نص ما تنقد عليها لا خلاص سلطان ما فيها طلبات ذي خلاص تعبتنا احنا تعبتنا عشان لو انك تتمرن صح وسط اسبوع انا اللي فاز انا اللي تتمرن صح وسط اسبوع ما تعبت لا لا تسلك صد توقف احنا اعود اطالعك تتمرن اسمع غلط حاجه واحده بس وشو انا طحت في الموت من هناك المات طحت في المات وضغط رجلي طيب وجيتك اخب بطيح على وجهي ومدجي عشان ما شوت الكوره لا انا شفت ما هي عارقف هذه والله انت اللي ناقزه والله شوف شوف شفته انت شفته بيشوت شفته بيشوت وما تبي يشوت طيب شوف شوف بوجهك على شو ركبتي من دحشة شفته بعدين اسمع اسمع قلت لك شوف وضع بسك شو اللي فاز من نواف ولا فاز نواف حلو اذا عذره مقبول عند الاداره اللي فاز من اللي فاز من مقبول تاخذ درجاته فاز ايمن اللي فاز فاز ايمن الدرجات هي صح ابي يلا شباب صلاه يا شباب صلاه لا شباب يلا صلوا تذكر العافية. حبك وقع في قلبي. على 1000 درجة. 1000 درجة. أنا غايب مرة. عندك أي درس؟ إيه. عند محمد أيوة. الجو يا عيال جو اسمه. يا عيال الجو جو. الجو جو مطر. جايكم مطر وعجل. خل خل عنك. شباب كلن يأخذ المعلومات حقه. كلنا ياخذ المات حقه يا شباب سلطان جدو كشت بالله باخذ المات حقه بالله كشت جايك يا شباب نقدر مسجد الله هنا تكفى هنا هنا اخوي بعدين تقول لي ابراهيم لا ور قول كذا انت تقوله قول كذا شوف يا عزوم لا تحدى العضلات والله يبقس كل وش ذا؟ وش ذا؟ مو كذا كذا شوف شوف يعطيكم كابتن طارق بوكس صح عليك تواصل في البرنامج الثاني يلا يا شباب ايمن وين ما جاء؟ ما حضر ايه